الفنانة ميرنا وليد حققت نجاح وشهرة كبيرة في التسعينيات وبداية الألفينيات، لكنها اختفت بعدها عن الساحة الفنية لفترة طويلة. ايه السبب؟ هل فعلا اتجوزت ملياردير؟ وايه قصة وفاة والدها؟ ايه اللي تسبب ليها صدمة طول حياتها؟ كل ده هتعرفوه معانا في الفيديو ده. اتولدت ميرنا وليد يوم 17 ديسمبر سنة 1977، وهي اتولدت في لبنان. والدتها ووالدها لبنانيين لكن من أصل مصر، فهي اسمها ميرنا وليد المصري الشعراني من باب الشعرية. وكان أول مأساة في حياة ميرنا وهي وفاة والدها قدام عينيها نتيجة إصابته برصاص في القلب خلال الحرب اللبنانية، وكان وقتها عندها 4 سنين، وده تسبب ليها أزمة وفضلت معاها طول حياتها. والدتها خافت عليها من الحرب فدخلتها مدارس داخلية، وده أثر على نفسيتها بشكل كبير، وكانت دايما بتطلب من أمها إنها تخرج من المدرسة الداخلية وتعيش معها، لكن والدتها رفضت بسبب شدة خوفها عليها، بالإضافة إنها كانت بتشتغل وما كانتش هتقدر تاخد بالها منها، وكانت وعدتها إنها تاخدها الزيارة لمصر عند صديقتها مقربة ليها. وفعلا بعد ما خلصت الامتحانات أخدتها معاها ونزلت بيها على مصر. بسبب ظروف الحرب في لبنان ما قدروش يرجعوا في بداية الدراسة للسنة الجديدة وفضلوا في مصر. طلبت ميرنا من صديقة والدتها إنها تحاول تقنع والدتها إنها يفضلوا في مصر، لكن بعد تحسن الظروف في لبنان رجعت هي لمدرستها الداخلية مرة تانية، وده اللي خلاها تحاول تهرب أكتر من مرة. وفي نهاية المرحلة الثانوية نزلت مع والدتها لمصر مرة تانية، وقتها شافها الفنان أحمد زكي واختارها علشان تشارك معاه في فيلم الراعي والنساء، وده كان سنة 1991، وانطلقت بعدها في مجال الفن وشاركت في عدد من الأعمال المهمة منها مسلسل ذئاب الجبل، مسلسل أم كلثوم، وقصة الأمس. وبالرغم أن ميرنا وليد معروفة بأدوارها البعيدة عن الجراءة، لكنها شاركت في فيلم جريء الديسكو ديسكو اللي كان من إخراج إنيس الدغيدي، وقدمت خلاله دور لولا وهي البنت اللي بتضيع بسبب إهمال والدها الضابط المباحث اللي عمل الدور محمود حميدة. والدور ده كان مفاجأة للناس لأن ميرنا كانت دايما بترفض الأدوار الجريئة، وبدأت بعد كده أعمال ميرنا تقل، بعدت عن الوسط الفني لسنوات طويلة، وكان السبب ابتعادها انشغالها بحياتها الشخصية بعد ما اتجوزت وخلفت. وتقال أخبار كتير إن ميرنا متجوزة ملياردير، لكن ميرنا نفت الأخبار دي تماما وأكدت إنها اتجوزت موظف ولكنه ملياردير بمشاعره مش بفلوسه، وقالت إن يمكن اتجوزت واحد ملياردير بالمشاعر وده حقيقي لكن مش بفلوسه، وفي الآخر أنا زوجي موظف في شركة طيران وما عندوش شغل خاص ولا رجل أعمال وهو إنسان طبيعي جدا. وأكدت ميرنا إنها خدت قرار الجواز بصعوبة جدا، وقالت أنا دايما بشوف إن أصعب عقد ممكن تكتبه في حياتك عقد الجواز لأسباب كتيرة جدا، لأنك فجأة بتقرر إن راجل دون عن كل الرجال العالم هيبقى شريك حياتك وهيفضل حياتك كلها في مشكلتك في حزنك في زعلك في نجاحك في كل حاجة صعبة قوي. لما جيت أمضي عقد الزواج كنت مستصعبة الدنيا جدا، وجوزي كان عارف عن القصة دي، لما قال لي نتجوز قلت له طيب، بس قال لي بصي لو قلتي اه هنكتب الكتب الكتاب بكرة والفرح براحتك. قعدت معاه يكلمني طول الليل لغاية ما كتبنا الكتاب الصبح. وبعد جوازتها بشهر واحد حملت ميرنا بنتها الكبيرة، وكانت وقتها بتصور مسلسل ما تخافوش مع الفنان نور الشريف، وكانت بتعمل دور فيه بنت مخطوبة، وحكت اللي حصل في الكواليس وقالت كانت بتجسد دور مخطوبة وكانت بطنها كبيرة. أستاذ نور الشريف كان يدخل أول ما يشوفها واقفة يقول لها عودي ما توقفيش، وكان المفروض في الفترة دي بتسافر وبتعمل شغل استخباره وبتجيب معلومات من برا، لكن كل ده اتشال بسبب حملي. وبعد ما خلفت بنتها الكبيرة مريم حملت بعدها بفترة قصيرة في بنتها مايا، وده اتسبب في بعدها الفترة الطويلة عن الفن بسبب انشغالها في تربيتهم. وبرغم من اهتمام ميرنا بتربية بناتها لكنها اعترفت انها فاشلة في المطبخ ما بتعرفش تطبخ خالص، وقالت مليش في المطبخ ما بحبهوش ولما بدخل المطبخ بتضايق، ولما اتجوزت كنت بدخل المطبخ اعيط، ومرة سلقت فرخة 12 ساعة انا بحب الاكل وسوقه جدا لكن ما بعرفش اطبخ. قولوا لنا في التعليقات ايه اكتر دور بتحبوه لميرنا وليد.